ما عادش يتطلب مزيد تحسيس. هو جاوز التحسيس سوى خفق الهدوء بشكل مزيد. بابات هو كلمه واحد لا واحد ولا واحد من غير خصيه وخاصه باش ودي انه على التجريم شنو هي في فضاء واحد على التجريم انه خلنا نخافوا من نقل العدوى اذا كان بحال شخص يسمى ديسوسياسيون اذا هو في جنب وحده مش مش بالجرب حتى مقاطعه بس سياح سياره يكون وحده هذا الرقم وصفه باش ما نجربوش حاجه باش مش معقول باش نجرب لا واضح الكهرباء وحدك نزلت ما عندك حتى خلق ما تمش ما حدش في العدو ولا الإلكتروني أما كيفيك العون الأول من حقه هو إذا بس كيف هو يحميك تحميه تحمي صح شكرا ربي يعاونك
واصل طول الثانيه واصل ان شاء الله ضروري للتحسيس ضروري للسلام ضروري يشوف الامن واقف وحريص على تطبيق الاجراءات الحديثه وتطبيق ورفع المخدر. حبيت نشكر حبيت ناكد لك حاجه اخرى اللي الضفاف هذيك اللي عندي كبريت نعم حملت الضفاف اذا كانت السوق لو عندك حق ما تنساش قدامك وحدك لكن كي يجيك عون الامن ماذا بينا سنة هو يلبس مباشر يخدم عليك انك تخذ الوثائق تلبس مباشر متى تلبسها وقتها وتحميه باش الناس كلها تحميه بعضهم ربي يوفقك. نعرف الدور بتاعك المهام نعرف متعب قربي ولكن من اجل تونس من اجل الوطن من اجل سيادة تونسي اللي هو كل شيء واحنا كلنا جميعا في خدمة تونس كل حد في الواقع بتاعه ولا ولا الا تونس.